أيوه، أبغى أتكلم عدة مقاطع الآن عن طرق الركوب أو أساليب الركوب من الألف إلى الياء. خلينا نقول طبعاً كم أنا باليوتيوب 3 مقاطع أتوقع، بس أمس كان واحد يسألني عن النقطة هذه، قد خدت كلام عنها بسناب أيضاً بشكل مختصر. اللي يبغى يرجع لها بشكل مكثف في اليوتيوب أحمد الحقيل، طرق الركوب من الألف إلى الياء، الطرق وأساليب الركوب من الألف إلى الياء، تكلمت فيها بتقريباً 3 مقاطع أو 4 مقاطع، بس أنا بتكلم بشكل مختصر مقاطع يعني أجزاء. خلينا نقول يعني اليوم أتكلم بكرة أتكلم إلى آخره. بتكلم بداية بركوب الخاطئ، أو شيء نقسم الركوب 3 أنواع، ركوب خاطئ وهو الأغلب، ثم ركوب صحيح، وطرق الركوب الصحيح مختلفة. نبغى نتكلم طرق الركوب كلها قدر المستطاع، لكن أول شيء نتكلم عن ركوب الخاطئ. بكرة أحاول أتكلم عن طرق الركوب واحدة واحدة. الركوب الخاطئ ببساطة أقصد فيه الركوب العشوائي اللي ما يكون فيه طريقة معينة، يعني الشخص ما عنده أسلوب أو طريقة معينة في الركوب، عنده موهبة عنده استعداد عنده خبرة، لكن طريقة ركوب خاطئة. كون الشخص يركب طريقة ركوب خاطئة معنى انه موهوب او انه سيء. يعني اتكلم عن المدرسة ما اتكلم عن الطالب، يعني ممكن اكون مثلا عندي موهبة عندي استعداد عندي خبرة حتى، لكن ركوبي خطأ كطريقة ركوب. فالكلام عن طريقة الركوب واسلوب الركوب، وليس موهبة الشخص او استعداده او خلينا نقول خبرته. زي ما تقول المدرسة وعيوبها، ما نتكلم عن ذكاء او غباء الطالب او ذكاء الطالب من عدمه. فالركوب الخاطئ عشوائي ما يكون في طريقة واسلوب واضح، ونتائجه او خلينا نقول دلالاته، الشيء اللي يدل على ان الركوب خاطئ هو نتيجته هو عدم التحكم. يعني صار المدرب تدريب خاطئ او الشخص يركب ركوب خاطئ كطريقه، ما في تحكم حقيقي وقت الجد، ما تشوف اي اشياء ترجع على الطريقه صحيحه وتدل على الطريقه صحيحه. ثقل رقبه، ما في سهوله في الوقوف، مستحيل يرجع ورا الحصان، صعوبه قويه جدا في التوجيه، صعوبه في التعامل لما الحصان يخاف ويجفل، صعوبة في التعامل مع الحصان لما يكون في طبع، يعني ما تقدر بالطريقة هي تقضي على طبع الحصان. لما تعسف الحصان ترى انك خربته ما ضبطته، حشته ما زينته. فما يكون في ميزات واضحة في الركوب، يعني ما في فرق بين طريقة الركوب الخاطئة هذه والشخص المبتدئ. حتى لو كان الشخص اللي يركب خطأ عنده استعداد نفسي او موهبة او حتى خبرة، يرتكب اخطاء تكون حل مؤقت، لكن بالنهايه دي يخرب الحصان. يعني اللي المبتدئ اللي توه بادي ممكن ما يخرب الحصان معه زي اللي خرب زي الحصان اللي خرب مع هذا، عشان ركوبي خطا واللي سنين اركب عندي استعداد خبره الى اخره، بس ركوبي خطا كطريقه ركوب كان يخرب الحصان اكثر من المبتدئ اللي توه راكب. صح يمكن يطيح اكثر مني، ما يثبت نفسه على الحصان زيي، لكن بالنهايه انا اخرب الحصان اكثر من هذا كان ركوبي خطا. هذا الركوب الخاطئ العشوائي اللي ما يكون فيه اسلوب او طريقه واضحه، واغلب المعلومات اللي فيه لو قيلت لها انها معلومات خاطئه، ياخذون طرف شيء صحيح ويخلونها قاعدة عامة لا تقبل النقاش، لأن معه إن ركوب خطأ القاعدة دي تنجح. على سبيل المثال الحصان ما يقوس ركب الصدارة أخرق الخنق فيها، حصان ينطلق ركب شكيمة قوية، حصان في طاقة عطل أنشات، هذه كلها أخطاء أصبحت مع الوقت قواعد عامة لا تقبل النقاش رغم أنها خطأ. زي موضوع اليهود يتبعون ما تشابه منه، ياخذون شيء في نوع من الصحه ويضيفون عليه 1000 شيء مو صحيح. فبعض المعلومات عند في الركوب الخاطئ او اساليب الركوب الخاطئه كمدرسه كطريقه، تلاحظ المعلومه فيها نص او ربع صحه والباقي كله خطا. كلمه حق اريد بها باطل، خلينا نقول فعل صحيح فعل في وقت باطل او وقت خاطئ. فالركوب الخاطئ العشوائي يقصد في ان ما في طريقه او اسلوب ركوب واضحه، في تجميع بعض الاشياء خاطئه بعض الاشياء صحيحه، بعض الاشياء الصحيحه مطبقه بشكل خاطئ، والنتائج هي الدليل على سوء الطريقه، ان ما في نتائج ملموسه يحصل عليها اللي يركبون صح. فالركوب الخاطئ ما عندك نتائج ما يحصل عليها اللي يركبون صح، كل النتائج اللي تحصل عليها كل الناس تحصل عليها، يعني ما في تميز. بينما الركوب الصحيح نتكلم في الايام الجايه، النتائج اللي يجيبونها ما تجيبها الا طرق زيهم او طرق افضل منهم. الركوب الخاطئ ما في اي نتيجه مرئيه يحصل عليها اللي يركب ركوب خطا، اللي يركب صح ما يحصل عليها. يعني انا اركب ركوب خاطئ فرضا، انت تركب ركوب صحيح، 100% مما افعله انا كشخص يركب ركوب خاطئ تفعله انت كشخص يركب بطريقه صحيحه، بينما اكثر من 70 او 60% من اللي تفعله انت كشخص يركب بطريقه صحيحه لا استطيع فعله انا اذا كنت اركب بطريقه او ركوب خاطئ. أعيد أكرر المقاطع اللي قلتها قبل شوي والجاية، أتكلم عن أسلوب وطريقة الركوب ليس الشخص نفسه. كثير من الناس يركب بطريقة صحيحة مع أنه ما عنده موهبة مرة، وشخص آخر موهبته أكثر لكن ركوبه خاطئ. الحصان ما تفرق معه وش موهبتك واستعدادك وخبرتك، تفرق معه الطريقة. أتكلم عن أسلوب الركوب، وأيضا لما أتكلم عن أسلوب الركوب ما أتكلم عن الأشياء الفيزيائية أو الرياضية، أتكلم عن طريقة الركوب التحكم. يعني بعض الناس يركب ركوب خاطئ، الحصان منطلق فيه ما يوجه، صعب يوقفه، صعب يحركه، صعب يحل أطباع، صعب يعسف الحصان بشكل صحيح، يخرب الخيل، لكن عنده استعداد جسمي فيستطيع فعل حركات فنية أثناء ركوب الحصان. فرضا لو جسمي رياضي أو خفيف أقدر مثلا أوقف على ظهر الحصان التلويح يمين يسار،
سدح الحصان الى اخره. فتلقى الشخص عنده حركات مهاريه يمكن حتى يركبون احسن منها ما يسوونها لان افضل منهم جسميا او فرضا استعداد النفسي اقوى او اشجع الى اخره. بس ما له علاقه باللي نتكلم فيه. انا اتكلم عن طريقه ركوب الشخص تحكمه بالحصان، كسب ثقه الحصان. يعني حصان منطلق فيني ما تحكم سرعته، ما درى وجهه، صعب وقفه، صعب اقضي على طباع، صعب عزف الحصان زين، لكني اسوي حركات مهاريه بجسمي وصلنا هاج فيني. هذا موضوع اخر، نقاش اخر، ما له دخل في اللي اتكلم انا فيه. هذاك رياضه جسميه فيزيائيه بحته، هنا اتكلم عن الخياله او اسلوب وطريقه الركوب. هذا اهم نقطه تفهمها بالمقاطع اللي راحت واللي جايه، اتكلم عن اسلوب وطريقه الركوب. والحاصل حاليا في عالم كله بالذات عند العرب، يعني زي شرحناها سابقا، 90% من الركوب خاطئ كطريقه ركوب فترة عن الشخص. وشرحنا طبعا سابقا ليش العرب بالذات صاروا سيئين بعد ما كانوا الافضل. العرب كانوا في الماضي من ضمن الافضل ان لم يكونوا الافضل، والان من ضمن الأسوأ ان لم يكونوا الأسوأ كطريقه ركوب. هم كموهبه او استعداد او خبره ما زال، يعني لما اقول كانوا الافضل او من ضمن الافضل هذا ثابت تاريخيا اللي سووا في المعارك والحروب وغيره. لما اقول الأسوأ او من ضمن الأسوأ حاليا اقصد طريقه الركوب. قد يكون الشخص موهوب، قد يكون الشخص عنده استعداد اكثر من اجانب وغيره، بس طريقه الركوب المتفق عليه حاليا عند العرب بالذات سيئه جدا. ما في تحكم حقيقي ابدا. انتقلت من افضل طريقه في العالم تتحكم بالحصان في حرب الى طرق ركوب عشوائيه خاطئه لدرجه اي اجنبي لو طفل صغير احسن منك كطريقه ركوب. قد تكون موهوب اكثر، قد تكون اشجع، قد تكون افضل، لكن اسلوبك في الركوب يدمر الحصان ما يضبطه بشكل عام. السبب شرحناه سابقا، نذكر بشكل سريع ان المصدر للطريقه العربيه كان وضع صعب جدا. ركوب الحصان في معركه والتحكم فيه عباره عن مصدر يجبرك على التعلم بشكل صحيح. الان المصادر اللي تعلمك الركوب سيئه جدا، تدفن الموهبه، ما تطلع الموهبه. انتقلت من اصعب مصدر اللي هو ركوب المعارك والحروب وغيرها الماضي الى مصدر تافه مثلا ركوب مدارس، ركوب تعليم خاطئ، قفز الى اخره. بالاضافه لانهم ما كتبوا الاجانب، المصدر حق طريقه ركوبهم مستمر، ما زال قتال الثيران مستمر، الدراسات مستمر، المدرسه الاسبانيه مستمره، راعي البقر في امريكا مستمر، فالمصادر حق الطرق الركوب الاجنبيه الغربيه القديمه مستمره، فالركوب تلقى تطور او على ما هو عليه ما تغير. كذلك يكتبون. العرب ما اعتمدوا على الكتاب قدر ما اعتمدوا على الفعل. انت عندك معركه الميدان يا حميدان، المصدر ذا انقرض ما انتم موجود وما كتبوا كتابات واضحه تشرح كيف طريقه ركوبهم، وصار المصدر بدل ما هو احسن مصدر او اصعب مصدر زي في الماضي صار من اتفه المصادر. فانتقل الركوب العربي من الافضل الى الأسوأ. طبعا هذا موضوع اخر تكلمت فيه سابقا، ممكن اتكلم فيه مستقبلا، او اللي يبغى في اليوتيوب شرحته كثير ما ابغى اطلع عن الموضوع. لكن هذا الركوب الخاطئ بشكل عام، مستقبلا او المقاطع الجايه بتكلم في الركوب الصحيح اولا، ثم انواع الركوب الصحيح. أخذها حبة حبة واحدة واحدة، بعدين تكون مقاطع وراء بعض متسلسلة. السناب تعرف 24 ساعة فيقطع، لكن أنا عادي أجمعها وأحطها باليوتيوب مرة واحدة. مستقبلا ممكن تنشاف مرة ثانية في اليوتيوب كتوثيق يعني. فنقول الركوب الخاطئ هو أسوأ أنواع الركوب، ويقصد به الركوب العشوائي بدون ما يكون في أسلوب واضح للركوب، تقليد وتجميع من هنا وهنا إلى آخره، وما في نتائج واضحة ملموسة مرئية واقعية تثبت صحة الركوب. يعني شيء عشوائي، مرة تصيب مرة تخيب. وهذا الغالب الموجود حاليا بدأت عند العرب وحتى عند الأجانب. 70% فما فوق من طرق الركوب في العالم خاطئة. عند العرب خلينا نقول 90% من طرق الركوب كأسلوب خاطئ، هذا باتفاق جميع طرق الركوب الصحيحة. أتكلم زي ما قلت عن الطريقة وليس عن الشخص. المقاطع الجاية أتكلم عن الركوب الصحيح، ثم نتفصل بأنواع الركوب إن شاء الله. نكمل عن المقطع تكمية حق أمس، المقطع السابق، الركوب الصحيح، طرق الركوب الصحيحه واساليب الركوب الصحيحه. زي ما قلت قبل اتكلم عن اسلوب الصحيح. كون الشخص موهبته اقل ويركب بطريقه صحيحه يبقى افضل من شخص موهبته اكثر، خبرته اكثر، استعداده اكثر، لكن يركب بطريقه خاطئه. فنتكلم عن المدرسه وزي عن الطالب زي ما قلنا امس. طرق الركوب الصحيحه هدفها واحد، طريقها الهدف مختلف. يعني طرق كثيره جدا لكن كلها هدفها واحد، وهو التحكم التام عن طريق كسب الثقه. لان جميع طرق الركوب الصحيحه باختلاف أنواعها تعرف وتؤمن إيمان حقيقي أن التحكم بالحصان لا يمكن يتم عن طريق استعمال القوة. استعمال القوة ليس فقط خطأ أو سيء أو عيب أو حرام إلى آخره، لن ينجح أصلا. فكلها هدفها واحد وهو التحكم عن طريق كسب الثقة، ولكن الطريق إلى الهدف يتم بعد الطرق. كلها صحيحة طبعا، بس كل واحدة أصح من الثانية حسب المجال اللي أنت تسويه. هاي نتكلم عنهم واحدة واحدة، نتكلم عن الطرق حبة حبة قدر المستطاع. وزي ما قلت، اللي يبغى تفسير جاء اليوتيوب. طبعا زي ما قلت، لما يكون كلها صح والهدف واحد لكن طريق الهدف مختلف، معناتها انك لما تركب بطريقه هدفك فيها الشيء الفلاني وتسوي اسلوب اخر اثناء ركوبك فيها بتضرها. يعني صعب تطبق اساليب في طريقه معينه في طريقتك انت حتى لو كانوا اثنين صح. ممكن تسمع تشوف قدر المستطاع، ضد اللي لا تسمع وشوف بالعكس، شوف واسمع، لكن لا تطبق طريقتين نفس الوقت حتى لو كانت كلها صحيحه، او بالعكس بالذات لو كانت كلها صحيحه لان متناقضه مع ان هدف واحد.
ابغى اصل المكان المعين من خلال طريقي، ما اقدر اختار واحد. هذه نقطة مهمة، حتى لو كانت كلها صح صعب تدمج بينها، الا كانت طريقتين اصلا ممكن الدمج بينها، مثلا بعض الطرق متقاربة من بعض زي فرنسية واسبانية جنب بعض الى اخره، نتكلم فيهم حبة حبة. بس هذه نقطة مهمة، انك كونها صح لين انك تمزج بينهم على كيف الكوكتيل يعني. صح يعني الطريق للهدف، نفس الهدف تروح له من طريق اخر، يمكن الدمج او الجمع بين طريقين حتى لو كانت كلها صحيحة، او بالذات لو كانت كلها صحيحة. طبعا زي ما قلت قبل، شرحت شرح الطريقة، التزليق، المواكبة، ركوب العربية الى اخره بشكل مكثف، ان الحصان قبل واثناء وبعد فعل اي حركة يفعل ثلاث حركات بركوب: السحب او الاعطاء او التذكية. هذا واقع فيزيائي، مو التسمية، التسمية مو بواقع، التسمية تسمي اسم تبغاه، لكن الحركة واقع، ما في حركة رابعة، اما انه يسحب واما انه يتكي واما انه يعطي، مما يعني ان جميع طرق الركوب الصحيحة وحتى الخاطئة بتكون داخل حدود ثلاث حركات هذه. يعني الثلاث حركات دي بتحصل معي معك مع الجميع بدون استثناء، فكيف تتعامل معها راجع لك كطريقة، لكن ثلاث حاصلة حاصلة. سجل عندك ملاحظة كلام هذا. رقم اثنين، بما انها ثلاث حركات انت عندك خيارين كما ركوب الصحيح، خطأ طبعا هو الاكترخي نعم، بس عصام ماشي يبغى توقف الجرة كان كركب بغلة وحمار، هذا خطأ شرحنا قبل. في الركوب الصحيح انت قاعد تتعامل مع ثلاث حركات، اما انك تطبق الطريقه اللي ذكرتها قبل، هي التزليق، المواكبه، الركوب العربي الفطري الطبيعي الى اخره، اللي تعطي الحصان حق فعل الثلاث حركات. هذا رقم واحد، اللي هو تعطي الحصان حق فعل الثلاث حركات اللي السحب او الاعطاء او التفدي او التذكيه، نشرحها بعد شوي او اخر مقطع كيف تتعامل معها. بس هذه الطريقه الصحيحه رقم واحد، اللي الفطريه الطبيعيه العربيه المواكبه التزليق، سمى ما شئت، ذكرت انا باليوتيوب الاسم مو مهم، اهم شيء الفكره. رقم اثنين، اما انك تمنع من واحده من ثلاث حركات او اثنتين زي الطرق اللي بشرحها الان، هي الطرق الصحيحة الاخرى اللي انا اسميه القفل، شرحناه قبل، ما عاد في خيار اخر، لان فيزيائيا مستحيل تمنع الحصان من الثلاث. لا يمكن تقول الحصان مو بساحب ولا مفضي ولا متكي، اذا كان بالفعل ما سحب، والله ما سحب، والله ما عطى، ما تمتكي، مع انه مستحيل اصلا الحصان يستمر يتكي بس، لكن فرضا ما سحب بالفعل، ما عطى بالفعل، ما تمتكي بس، اذا لا يمكن تمنع الحصان من الثلاث، هذا مستحيل فيزيائيا. اما انك تمنع من واحد او اثنتين وهو ما اسميه القفل، منع ايجابي صحيح اللي بنشرح الان بمختلف طرقه ومدارسه، او طريقه واحده فطريه اللي ما لها فروع اللي هي التزليق او مواكبه الركوب العربي الفطري، اللي هو طريقه يتكلم فيها بالمقاطع باليوتيوب. فالركوب الصحيح نوعين لا ثالث لهما، وهذا واقع فيزيائي. اما ان الطريقه فطريه طبيعيه سمى ما شئت، انا شخصيا اسميها التزليق، المواكبه، الركوب العربي الى اخره، لكن هذا واقع، تمنع عن التسميه، الطريقه واقع تسميتها مختلف عليه، سمها اللي تبغاه. الطرق الاخرى كلها صحيحه تدخل في طريقه واحده اللي هي اللي يسميها الشخصين القفل. فخلنا نقول الركوب الصحيح نوعين لا ثالث لهما، اعطاء الحصان حق فعل الثلاث وهو طريقه لا فروع لها، ما لها فروع. طريقه اخرى تدخل فيها عده فروع اللي هي القفل، منع الحصان من واحده او اثنتين واعطاء حق فعل واحده او اثنتين، ما عاد في خيار ثالث، هي طريقتين صحيحه، مو انا اقول الحصان يقول، اما انك تعطي الحصان حق فعل الثلاث أو أنك تمنع الحصان من واحدة أو اثنتين، أين الخيار الثالث؟ منع الحصان من ثلاث مستحيل، أي خيار آخر بيكون بحدود الطريقة الثانية، هي منع الحصان من واحدة أو اثنتين. هذا شيء فيزيائي، ما عليك من التسميات، لكن من الناحية الفيزيائية الواقعية المرئية. طبعا زي ما قلنا، اللي يبغى يشرح مفصل للطرق قبل ما أكمل يعني الشرح يرجع اليوتيوب، أنا بعض الأشياء طمرها لأني ذكرتها باليوتيوب بشكل مفصل، حتى الموضوع ده قد تكلمت من الألف إلى زي ما قلنا بشرح مفصل، لكن بما أن السؤال تكرر بدل ما أقول روح للمقطع وأحط المقطع، أقول هنا بشكل سريع، هذه ميزة السناب، لكني أجمع المقاطع وأحطها مرة ثانية باليوتيوب حتى تنزل في اليوتيوب مستقبلا زي ما قلت كمقطع توثيقي أكثر أحسن، لأن السناب بعد 24 ساعة يروح. فطرق الركوب الصحيحة نوعين أساسيين لا ثالث لهما، طريقة ما لها فروع اللي أنا شخصيا سميها التزليق أو المواكبة الفطرية الطبيعية نشرحها بعدين، طريقة لها عدد فروع اللي هي القفل اللي أقرب ما لها الركوب الغربي الأجنبي حاليا بأنواعه. أبشرح أنواع القفل قدر المستطاع، ثم نشرح التزليق، ثم نختم في موضوع وش الصح وش الخطأ وش الأصح. والله المستعان. وياه القفل تسمية، سمي الاسم كما تريد، أنا أسميه قفل، نقصد فيه أنك تقفل على حصان قفل، تحطه في مكان معين وداخل هذا المكان أو داخل هذه المساحة تعطيه حق فعل ما يريد. القفل هو منع الحصان من واحدة من ثلاثة اللي يسحب وإعطاء حق فعل الثنتين الباقية، الإعطاء أو التذكية أو إعطاء حق فعل واحدة فقط اللي هي الإعطاء. القفل هو منع الحصان من واحدة أو اثنتين وكلهم يتفقون على منع الحصان من السحب، يختلفون بالثنتين الباقية. فأساليب الركوب اللي في القفل كثيرة جدا، لأن كلها تدخل في حدود الفرعين هذه، إما أنك تمنع من واحدة فقط وتعطي حق
ثنتين زي الطريقة الإسبانية فرضا أو الفرنسية، أو تمنع من اثنتين وتعطي حق الإعطاء فقط أو التفضية فقط زي الطريقة الأمريكية الغربية أو ركوب الرعاة البقر. ليش أسمي قفل؟ لأنك زي ما قلت تقفل على سنقل، ما تعسر ما تستعمل القوة، تحط له قفل معين داخل هذا القفل أو المساحة من حقه فعل ما يريد، كأنك تقول افعل ما تشاء متى ما تشاء في حدود هذه المساحة أو هذا المحيط. هذا ركوب صحيح اللي هو منع الحصان من السحب، لكن منع إيجابي زي ما قلت. ممكن تقول الحصان لا تسحب بشكل خاطئ زي ركوب الخاطئ، ممكن تقول الحصان لا تسحب بشكل إيجابي زي ركوب توكس ركوب الصحيحة أمريكية فرنسية إسبانية إلى آخره. بالإضافة إلى أن تختلف في طريقة المنع، زي ما قلنا في طريقة بس تقول عطني زي طريقة أمريكية أو غربية، في طريقة تقول عطني أو تك عنان لكن تسحب، والفكرة عطني تك سحب قصدي الشكيمة، يعني يعطيه حق إنه ينام على الشكيمة، يعطي حق انه يرجع لليد لكن يمنع من السحب. طرق اخرى تمنع حتى من الاتكاء على الشكيمه، لا تسحب لا تتكي على الشكيمه فقط ارجع لي. فيتفقون على منع من السحب ويختلفون على طريقه المنع، اما منع سلبي زي الركوب الخاطئ او ايجابي زي الطرق الصحيحه. والصحيحه تختلف نوعين، تمنع من واحده او من اثنتين. مثال على الطريقه الاولى اللي تمنع من واحده فقط، تمنع من السحب وتعطي حق الاتكاء على الشكيمه او الرجوع لليد، الطريقه الاسبانيه في اسبانيا في اسبانيا وفي فيينا عفوا، والمدرسه الفرنسيه كذلك في الركوب والدريساج، تامر الحصان بفعل ما يريد متى ما يريد بحدود فراغ معين. لا تسحب العنان سحب، تبي تتكي على الشكيمه شوي تفضل، تبغى ترجع لليد تفضل. تختلف الاهداف، الدريساج مثلا اختبار مدى تحكمك بالحصان عن طريق فعل حركات معينه صعبه، كذلك المدرسه الاسبانيه والفرنسيه نفس الفكره. احيانا مثلا تسوي نفس الحركه ذي مثلا مع اثناء قتال الثيران الفكره استعراض امام الجمهور امام الثور، احيانا تسوي نفس الشيء ذا في استعراض مثلا في السيرك وغيره فالفكره استعراض امام الجمهور وهكذا، لكن الهدف واحد، عفوا الطريق للهدف واحد، منع الحصان من السحب واعطاء حق الاتكاء على الشكيمه او الرجوع لليد، وهذا اقرب الطرق الاوروبيه الصحيحه. بينما منع الحصان من السحب واعطاء حق الاعطاء فقط ان تركب الحصان بعنان طويل وتوسع له العنان وتبغاه يعطيك عنان يرجع برقبته، وحتى تمنع من الاتكاء على الشكيمه، يعني ما تبغى تسحب وما تبغى يسحب عفوا ولا تبغى ينام على الشكيمه، تبغى بس يرجع لليد. هذا اقرب الطريقه الغربيه الحاليه لما ركوب امريكي، بس الركوب الغربي ركوب رعاه البقر خدم المكسيكيين، هذاك رعاه البقر في كندا يفعلونه. اقصد الركوب حق رعاه البقر الحالي اقرب للطريقه هذه اللي منع الحصان من السحب ومنع من الاتكاء على الشكيمه واعطاء حق فقط على الاعطاء، وكلاهما يدخل في موضوع القفل اللي هو منع الحصان منع ايجابي من السحب، تعطي حق فعل ما تريد متى ما تريد في حدود فراغ معين. المقطع الجاي نشرح كل واحده بالحالها، ثم نشرح التزليك او المواكبه والركوب العربي ان شاء الله. يه. الطريقه الامريكيه او الركوب الغربي ركوب رعاه البقر زي ما قلنا يعتمد على منع الحصان من السحب ومنع ايضا من الاتكاء على الشكيمه واعطاء حق الرجع فقط او التفضيه للرجوع لليد عن طريق الركوب بالعنان الطويل وتوسع العنان قدر المستطاع وتتحكم بالحصان عن طريق الرجل، 80% مع الوقت من تحكمك في الحصان يصير في الرجل عن طريق المهماز والادوات الاخرى مثل زي العصات والسرج وغيره وتعيد الجسم، وتقلل اعتمادك على العنان زياده عن اللزوم اكثر من الطريقه الاوروبيه. مصدر طريقه رعاه البقر رعي البقر، لما تركب حصان مع قطيع بقر مثلا توديه مثلا من الشمال للجنوب او العكس عندهم، ولما توصله تاخذ فلوس على انك حميت القطيع هذا. خسارة أي راس من البقر أو الثيران يعني خسارة مال من الأموال بتاخذها هناك، فكان المهم أنك توصل القطيع سالم، فتحتاج حصان يسوي الحركات اللي تبغاها في الكروفر وغيره بس بهدوء بحيث أنه ما يستفز القطيع، فالهدف منها حركات مهارية لكن في قمة الهدوء عشان ما تستفز اللي قدامك. ده كثير من الناس يعتقدون أن طريقة الركوب الغربية أنها الحصان تحتك بقرة وهادي وبارد إلى آخره، صحيح الحصان هادي صحيح الحصان بارد بس بارد متحكم فيه، يوجه بسهولة يحرك بسهولة ويوقف بسهولة، هنا الخيالة هنا الفن. ومصدر الطريقة الأمريكية مأخوذ من المكسيكيين رعاة البقر المكسيكيين، والمكسيكيين خذوه من الإسبان، والإسبان ركوبهم ذاك الوقت مأخوذ من طرفين، أما العرب والمسلمين خذوا الأندلس وفتحوا الأندلس 300 سنة، والجزء الآخر من أوروبا الركوب الكلاسيكي الأوروبي القديم. هذا مصدر الطريقة الأمريكية الحديثة، المكسيك ثم إسبانيا، وإسبانيا ينقسم ركوبهم بين العرب أو البربر و الأوروبيين القدماء. طبعا كونها هذا مصدرها معنى انهم ما غيروا فيها، طوروا فيها اشياء اضافوها اشياء شالوها اشياء حسنوها اشياء خربوها حسب الغرض اللي يبغونه،
بالنهاية هم رعاة بقر زيهم زي المكسيكيين، والمكسيكيين زيهم زي الإسبان، بس الطبع يختلف. المكسيكيين أحر شوي، والإسبان كانوا يقتلون الثيران وغيره. فكل ما تغير الشيء تغير الوضع، لكن تبقى الطريقة مقاربة إلى حد ما. فهي طريقة تأمر الحصان بالإعطاء والتفضية، تمنع من السحب والتتكية، ومصدرها الركوب المكسيكي اللي مصدر الركوب الإسباني اللي ينقسم قسمين، عربي وكلاسيكي أوروبي قديم، وحاليا تسمى الركوب الغربي لركوب رعاة البقر في الغرب وجنوب أمريكا اللي هم الكاوبوي. وهي من الطرق الصحيحة في الركوب، حتى ولو اختلف الأسلوب أو الطريقة إلى الهدف يبقى هدفها واحد، زي هدف طريقة الركوب الصحيحة الأخرى أو طرق الركوب الصحيحة الأخرى بدأت القفو الإسباني وغيره. ما أنا ما أقول طريقة، أتكلم عن الشخص المتقن أو المتقدم في الطريقة. يعني كثير من الناس ممكن يركب نفس الخطوات أو يسوي نفس خطوات الطريقة، نفس الزي نفس الأدوات، لكن ما يركب بالطريقة نفسها. يعني كم تقلد الطريقة لين تطبقها. فخلنا نقول آلاف اللي يكونون في الخير ممكن يتبعون هذه الطريقة شكلية لكن ما طبقوها. أتكلم عن يطبقوها بشكل إلى حد ما مقبول، سواء المتقنين لها أو المتقدمين فيها، هم اللي يطبق عليهم الكلام اللي يقوله. أما أن الشخص اللي يحاول يقلدها أو معجب فيها وما بعد طبقها ما راح يجيب نفس النتائج. فصعب أنك تنتقد الطريقة بناء على النتائج اللي تشوفها من شخص يقلدها. أبغى تشوف النتائج الحقيقية تشوفها من أهلها نفسه، بتلاحظ النتائج هائلة إلى حد كبير مقارنة بهدفهم في المكان. كل طريقة لها هدفها، والطريقة هذه حققت هدفها اللي هو الحصول على قمة التحكم مع قمة الهدوء. أبغى الإنسان يحتر، بس الوقت ما يبغى فقد التحكم بالحصان فقط لأنها هدوء، أبغى يكون هادي أو بارد بس متحكم فيه. بالنسبة للخطوات المتبعة والأدوات وغيرها زي الطرق الأخرى تقريبا، في أشياء يتفقون عنها في أشياء يختلفون عنها، لكن بشكل عام الطريقة كمحصنة نهائية عقب ما تدرب الحصان تعتمد اعتماد قوي جدا على الرجل المهماز أو النادوس اللي هو برجول، واليد يقل استعمال. يعني مع الوقت تلقى 80% من الطريقة أو أكثر يعتمد الشخص فيها اعتماد شبه كلي على الرجول. الرجول قصدي الأدوات اللي في الرجول، هي المهاميز اللي فيها الدائرة هذه وزي الشوكة وزي النجمة بسنة رعاة البقر، بحيث أنك توجه الحصان قدر المستطاع عن طريق الرجول ويصير العنان أقل استعمالا. كذلك مع الوقت يصير الحصان ممكن يكع ويفز عن طريق المهماز نفسه، يعني لما تضغط رجولك يتحرك ولما ترخي رجولك يوقف. هذا مرتبط بلغة الجسد واستعمال جسمك ولغة الجسد وغيره. بس هذا طبعا محصنة نهائية، يعني لما تشوف الشخص يفعلها هذه محصنة نهائية عقب ما تدرب الحصان. في البداية يستعمل الحبل والمقود واليد والعنان وغيره، وكمحصنة نهائية يبغى يوصل مرحلة أن 80% من يسويه بالرجل. طبعا لما أقول 80% من يسويه يعني هو نسبة تقريبية فقط. والهدف من الكثرة في استعمال الرجول ببساطة زي ما قلنا مصدر الطريقة رعي البقر في الماضي، فيكون مشغول بال يدينا في أشياء أخرى، يبغى يرمي الحبل على الثور ذا أو على البقرة ذي ويمسك البقرة ذي ويسوي كذا ويوجه فلان ويأشر العنان، فاليد تكون مشغولة في الوقت هذا. بالإضافة أن الخيمة أصلا دم بارد أو دم بارد أو الدافي، فتقل حاجتك لاستعمال اليد بكثرة، فيعتمدون على الرجول ووضعية الجسم أكثر حتى من الطرق الأوروبية الأخرى. بالنهاية زي ما قلنا الطريقة أصلا مصدرها بالنهاية الطرق الأوروبية وبعض الطرق العربية. هذا بشكل مختصر الطريقة الأمريكية أو الغربية. نقول مختصر قصدي مختصر مقارنة بالمقاطع القديمة. نعم هو قد يكون كلامي كثير طويل، بس قصدي إذا قارنته بالمقطع المفصل في اليوتيوب القديم هذا يعتبر كلام مختصر رؤوس أقلام. بس بالطريقة الإسبانية نفس الفكرة، تعتبر قفل طبعا، تمنع الحصان من السحب وتعطي حق الاتكاع الشكيمة أو الرجوع اللي هو التفضية وتمنع من السحب. فتختلف مع الطريقة الأمريكية في منع التتكية، هذه تعطي حق فعل التتكية، هذه تأمر ب أو تمنع من التذكية، لكن كلهم يتفقون على منع الحصان من السحب لكنه منع إيجابي. السبب في أن هذه الطريقة تخليه تكي بينما هذيك ترفض، نفس الفكرة لازم ترجع الهدف. هناك هدفهم رعي البقر بشكل هادي، بينما هنا صح كانوا يرعون البقر وقتل ثيران وغيره، بس أغلب طرقهم معتمدة على شيء يحتاج خلينا نقول حيوية من الحصان، يبغى الحصان يكون حار شوي. وفي فرعين أو خلينا نقول شيئين أساسيين في الطريقة الإسبانية حاليا، الباقي إما ركوب عشوائي أو أن تتابع واحدة من الثنتين هذه. عندك المدرسة الإسبانية في فيينا اللي هو الركوب الكلاسيكي الإسباني الأوروبي القديم، زي مدرسة الدرساج وغيره، فن الدرساج يعتبر ركوب أوروبي قديم جدا فن. وركوب عندك قتال الثيران اللي هو في جنوب إسبانيا، اللي متأثر بركوب البرتغاليين من زمان جدا، وهم معروفين في الركوب الصحيح من على وقت حنعبل أو شيء زي كذا، على وقت الروم. يعني لما كان الروم يملكون العالم، يعني العرب لما بعدين بعد سنين فتحوا الشام وقاتلوا الروم، هذا اسمه الروم البيزنطيين اللي هو الجانب الشرقي من روما، كانت دولة الروم ساقطة أصلا خلاص. لكن في وقت حنعبل وغيره كانت الروم تملك العالم الشرقي والغربي لروما، مدينة روما الروم لكوا العالم. فحنعبل قائد إفريقي كان يقاتلهم وصل لين روما،
استفاد كثير من الفرسان البرتغاليين من التاريخ الأوروبي. ثلاثة فرسان البرتغاليين من زمان جدا، حتى قبل الغزو الإسلامي لفتح الأندلس وغيره، وفتح المسلمين أو العرب شمال أفريقيا وغرب أفريقيا، وقبل البربر ما يدخلوا مثلا أوروبا. البرتغاليين كانوا معروفين بالركوبهم، أقرب الركوب الشرقي من الركوب الأوروبي، فكان مصدر قتال الثيران الأساسي من البرتغال. ثم بعد فتوحات الإسلامية فتحوا الأندلس، العرب والبربر برضو انقلوا أسلوبهم القتالي وأسلوبهم في الركوب للإسبان اللي تأثر من بعد 800 سنة هناك، فتأثروا فيهم. فالركوب الجنوبي أقرب للركوب اللي فيه فن. لما أقول فن قصدي أقرب للفن الموهبة والاستعداد من الخبرة والتمارين والممارسة وتدريب الحصان على حركات معينة لوقت طويل إلى آخره. فالركوب الجنوبي في إسبانيا أقرب للركوب اللي يعتبر شرقي، سواء البرتغالي في قديم الزمان، ثم العرب أو البربر المسلمين لما دخلوا الأندلس فتحوها. تأثر طبعا بسيط، يبقى أن إسباني، لكن تأثر يعني إلى حد ما واضح من ناحية الأسلوب والأدوات وغيره. الجزء الآخر وهو الأهم، الإسباني الحقيقي اللي هو مدرسة إسبانية في فيينا، يعتبر ركوب كلاسيكي أوروبي مصدره الدريساج، وطبعا الدريساج فن أوروبي قديم من الهورس ماسترز في أوروبا، ونتكلم فيه بعد شوي. والمدرسة حاليا في فيينا مش في إسبانيا، لا تقريبا 700 سنة المدرسة، لكنها نقلت لفيينا بعد الحرب العالمية تقريبا الأولى، خافوا عليها فانقلوها مكان معين آخر، لكن من نهاية تسمى مدرسة إسبانية، أنها أصلها الهورس ماسترز اللي كانوا في إسبانيا يركبون ذاك الوقت. المدرستين كلها لو تلاحظ تأثرت بعدة أشياء، سواء المدرسة الإسبانية تأثرت بالفرسان الأوروبيين في أوروبا زي الهورس ماسترز وغيرهم، أو المدرسة الجنوبية أو جنوب إسبانيا تأثرت زي ما قلنا بالبرتغاليين ثم في العرب المسلمين لما فتحوا الأندلس. زيهم زي طريقة أمريكية، أضافوا أشياء على الأشياء اللي تعلموها، وشالوا أشياء، نقصوا أشياء، زودوا أشياء، خربوا أشياء، زين أشياء إلى آخره. زي طريقة أمريكية أضافوا عليها أشياء معينة، بعضها إيجابي وبعضها سلبي، وشالوا منها أشياء معينة، بعضها إيجابي وبعضها سلبي. ونفس ما ذكرت في الطريقة الغربية والأمريكية، مو بأي شخص يطبق خطوات هذه الطريقة أو يستعمل أدوات أو زي هذه الطريقة بالفعل يطبقها، زي جمع طرق الركوب الأخرى. كونك تقلد الشيء مسألة، ومسألة أنك تطبقها بالفعل أو تتقنها مسألة أخرى. فلما تكلم عن الطريقة أقصد فيها المتقنين لهذه الطريقة أو متقدمين فيها، وهم نادرين جدا، تلقاهم في إسبانيا وبعض الدول في أوروبا فقط، مو بكل الدول سواء داخل أوروبا أو خارج أوروبا. والعدد اللي خلينا نقول بالفعل يتقن هذه الطريقة أو متقدم فيها أقل بمراحل من اللي يتقنون أو ماشيين زين في الطريقة الغربية الأمريكية. بالنسبة للفرق بين الطريقة هذه وهذه الجنوبية وغربية، صح التعبير، متقاربة جدا من الخطوات والفكرة والهدف، مع اختلافات بسيطة. هاي زي ما قلنا مصدرها الدريساج اللي نتكلم عنه بعد شوي، وهو ركوب غربي أوروبي بحت، مصدر الهورس ماسترز في أوروبا في القرون الوسطى وعصور الظلام وقبله، بينما هذه إلى حد ما مصدرها قتال الثيران أو راعي البقر في جنوب إسبانيا إشبيليا وغيره. فهذول إلى حد ما يحتاجون مناورة الحصان، في حرارة الحصان المطلوبة منه بالفعل ستستغل في غرض معين يتطلب الحرارة، سواء كروا الفرق قدام الثور أثناء قتال الثيران واستعراض قدام الجمهور، أو حتى رعي البقر. الإسبان لما يرعون البقر ما فيهم نفس هدوء الأوروبيين، أقرب منهم مكسيكيين، حتى رعي البقر عندهم شوي في حرارة مقارنة بالأمريكان. بينما الركوب الإسباني تلاحظ أن صح الحصان يحاول يخلي الحصان حيوي وصاخن شوي، بس بحدود هدوء معين لابد منه في حدود المدرسة، من هدف استعراض طبقة ملكية في مكان صالة تطبق حركات فنية. هتلاحظ نفس الخطوات في التدريب تقريبا، نفس الأدوات، أهداف مختلفة. تلاحظ هنا في قتال الثيران وراعي البقر الإسباني أو حتى البرتغالي حرارة واضحة جدا في الحصان، في خلينا نقول ما نقول حرارة فوضوية أو حرارة متحكم فيها، لكن في حيوية زايدة مرغوب فيها مطلوبة. بينما في المدرسة نفسها الإسبانية تلاحظ هدوء أو رتم واحد تدريجي انسيابي، صحيح أنه مو برودة تامة زي الطريقة الأمريكية أو الغربية، لكن يبقى أقرب للهدوء من الحرارة. نقول هدوء أو حيوية أو حرارة بحدود الهدوء أو الانسيابية بسبب الوضع اللي هم فيه، مدرسة كلاسيكية خلينا نقول راقية، الجمهور اللي يتفرج من طبقة معينة فيبغون أسلوب خلينا نقول خلينا نسميه حضاري. ذاك الوقت يعني ذاك الوقت يسمى حضاري، طبعا حاليا المدرسة تعرف فقط لأشخاص معينين، بس ذاك الوقت فعل هذه الحركات يعتبر حضاري مقارنة بالأشياء اللي تسوى في المعارك والحروب وغيرها، تعتبر حد ما فوضوية أو خلينا نقول بربرية. فالطريقة الإسبانية زي ما قلنا تعتبر داخلة في القفل، وتعتبر طريقة أوروبية كلاسيكية قديمة. الفرعين هذه أساسية في الطريقة الإسبانية، زي ما قلنا في ناس يركبون بشكل عشوائي ما لهم دخل في الطريقة، وفي ناس يركبون بأسلوب إلى حد ما صحيح فيميلون لهذه من هذه. طبعا كونك شخص إسباني تركب حصان إسباني في إسبانيا ما يعني تركب بطريقتين هذه، ما
المدرسة الإسبانية في فيينا ما كان فيها طبقة معينة وفئة معينة ولا اختبارات قوية جدا. إذا قتل الثيران خلينا نقول عوائل معينة في مدن معينة فقط. لكن ممكن يجيك شخص يقلد الطريقة أو يحاول يطبق الطريقة في مكان ما له علاقة فيهم. شخص يتبع خطوات المدرسة لكنه مو بداخل المدرسة، أو شخص يتبع خطوات ركوب قتال الثيران مع أنه ما دخل بالثيران والبقر وهكذا. المدرسة الفرنسية أو المدرسة العليا في فرنسا عبارة عن مصدر أساسي حقيقي لجميع فنون الركوب الكلاسيكي على رأس الدراسات المدرسة الإسبانية وغيره، ومصادر المدرسة أو خلينا نقول المعلومات للمدرسة مأخوذة من هورس ماسترز في أوروبا، زي التقييم من الإسبانية لكنها أقدم وأعرق من نواحي، وحتى بنظري أفضل من نواحي. فجميع الآراء ولا الطرق الأوروبية الكلاسيكية القديمة للهورس ماسترز المتقدمين في ذاك الوقت لحد ما اللي جمعت والموجودة تقدر تطبق بشكل أو بآخر في المدرسة الفرنسية العليا في فرنسا، مقاربة جدا للمدرسة الإسبانية سواء من ناحية الجزئية والأسلوب وغيره، لكنها موجودة في فرنسا. الفكرة واحدة، قفل اللي هو منع صم السابع تاع حق التفدي والتتكية، وأقرب للحرارة من الهدوء، يعني أقرب للإسبانية أو الإسبانية أقرب لهم من الطريقة الأمريكية. يختلفون عن الطريقة الأمريكية أو الغربية أنهم يعطون الحصان حق التتكية أو الاتكاع الشكيمة، هذه تمنع الحصان. مصدرها زي ما قلنا الركوب الكلاسيكي الأوروبي القديم في القرون الوسطى. طبعا الدرساج الحالي مصدره الركوب الفرنسي أو المدرسة الفرنسية، ذاك مصدر الطريقة الإسبانية، والطريقة الإسبانية بكبرها فيها أشياء كثيرة جدا مأخوذة من المدرسة الفرنسية. ذاك الخيل اللي ينتجونه بالذات في إسبانيا تكلمنا عنها سابقا أنها منتجة خصيصا لهذا الغرض للطريقة، يعني 40 سنة ينتجون خيل معينة مناسبة للمدرسة الإسبانية، وحتى المدرسة الفرنسية تحت فيها خيل أو سلالة معينة مناسبة جدا لطريقة الركوب هذه. فتقريبا جميع طرق الركوب الأكاديمية أو كلاسيكية الحالية في أوروبا مصدرها مدرسة فرنسية بشكل أو بآخر. المدرسة الفرنسية معلوماتها بشكل عام مأخوذة من هورس ماسترز في أوروبا لتعود لزينوفون أو إكسينفون قبل عيسى عليه السلام بمئات سنين، ضابط إغريقي. لما نقول هورس ماسترز الترجمة الحرفية لها مقصد ماستر يعني متقن للشيء، يعني الترجمة الحرفية ماستر يعني سيد، لكن المقصد فيها أن إذا أتقن الشيء الشخص شيء معين سموه ماستر فيه. لما تقول هورس ماسترز لما تقول شخص متقن في الخيل أو في الركوب، في الركوب الغربي يسمونهم هورس ويسبرز اللي هو يهمس الخيل، الخيل تعرف همسه. فهي مجرد تسمية متعارف عليها بصرف النظر عن دقتها أو صحتها. فالركوب الفرنسي يعتبر قفل، وهو في نظري أرقى أنواع القفل ومن أفضل لم يكن أفضل طريقة عبر العصور. إذا تبغى تتكلم عن ناحية الفن وتدريب الحصان تدريجي ونسون عما تريد، طبعا طريقة غربية أوروبية بحتة، لكن تبقى هي الأفضل بالنسبة لي شخصيا في القفل، أفضل من الإسبانية، أفضل من البرتغالية من نواحي، وأفضل من الأمريكية أو الركوب الغربي. فنقدر نقول هنا أفضل أنواع القفل في نظري شخصيا. بالنسبة للدراسات باختصار هو مرتبط بالطريقتين التي ذكرتها قبل شوي اللي هي أو المقاطع السابقة اللي هي الفرنسية وكذلك الإسبانية. جميع الأشياء الموجودة في الدراسات الحالية تشوف الاختبارات الحالية مأخوذة من هذه المدارس، لكن في الماضي كان عبارة عن اختبارات للجنود يختبرون الجندي مدى تحكم بالحصان عن طريق الاختبارات هذه، ومع الوقت أصبحت مسابقات وصارت فيها إضافات. خلينا نقول من أول كان فيها طلق نار، اختبارات من المدافع والمدافع وغيرها، الآن تغيرت لأنه تصفق فقط ممكن تردوك من مكان الجمهور، فتحولت إلى اختبارات بين بعدها إن كانت تحولت عفوا إلى مسابقات بعدها إن كانت اختبارات حقيقية. لكن مصدر الدريساج هو المدرسة الإسبانية من نواحي والمدرسة الفرنسية من نواحي، تعتبر بالنهاية كلها مدرسة واحدة، تعتبر قفل كلاسيكي أوروبي قديم يرجع لزينوفون اللي هو ضابط إغريقي في الماضي. طبعا الدريساج وقبل المدرسة الفرنسية وقبل المدرسة الإسبانية كلها بدون استثناء هذه محصنة نهائية لما تشوف مقطع قدامك، عبارة عن أشهر وسنوات من الشغل سواء باللغة الجسد ثم بالشغل الأرضي والجود على الأرض ثم في الركوب ثم يوريكم محصنة نهائية. فلما تشوف الحصان يسوي الحركات هذه كلها يعني بالدعوة تدرب الحصان بأسبوع سواها، أغلب الحالات يدرب الحصان من 3 إلى 4 سنوات عشان يتقن الحصان هذه الحركات، ذات المدرسة الإسبانية والفرنسية قد تكلمت عنها سابقا. بعض الخيل يعصفونها سنة كاملة ثم يدربونها سنة كاملة ثم السنة الثالثة في حركات معينة ما تتقنها يقوم يطلعونها من المدرسة. تتطلب وقت مجهود خبرة خيل من سلالة ونوع معين ثم يوريك المحصلة النهائية فقط، ما يوريك خطوات التدريب، لأن بعض الأشياء يحاول يخبيها عنك، ما وده أنك تشوفها لأنها تخالف أفكارهم من نوع معين، يدعون شيء معين ويفعلون شيء آخر. طبعا دريساج وقبل المدرسة الفرنسية وقبل المدرسة الإسبانية كلها بدون استثناء هذه محصلة نهائية لما تشوف مقطع قدامك، عبارة عن أشهر وسنوات من الشغل سواء باللغة الجسد ثم بالشغل الأرضي والجود على الأرض ثم في الركوب ثم يوريك محصنة نهائية. فلما تشوف الحصان يسوي الحركات هذه كلها يعني بالدعوة تدرب الحصان بأسبوع سواها، أغلب الحالات يدرب الحصان من 3 إلى 4 سنوات عشان يتقن الحصان هذه الحركات، ذات المدرسة الإسبانية والفرنسية قد تكلمت عنها سابقا. بعض الخيل يعصفونها سنة كاملة ثم يدربونها سنة كاملة ثم السنة الثالثة في حركات معينة ما تتقنها يقوم يطلعونها من المدرسة.
تتطلب وقت مجهود خبرة خيل من سلالة ونوع معين، ثم يوريك المحصلة النهائية فقط، ما يوريك خطوات التدريب، لأن بعض الأشياء يحاول يخبيها عنك، ما ودك ما وده إنك تشوفها لأنها تخالف أفكارهم من نوع معين، يدعون شيء معين ويفعلون شيء آخر. والدرساج واللي قبله أيضا زي ما قلنا تقريبا خلينا نقول من 60 إلى 70% من الاعتماد على الرجل، الباقي على اليد. تبقى الطريقة الأمريكية تعتمد على الرجل أكثر لأنها تعتمد على اليد أقل، يعني باختصار المنع دائما مكبوب، وأنت حتى مانع الحصان من تدكية تأمر الحصان أمر بأن يرجعك زي ما قلنا، فيكون استعمال الرجل زايد. لكن في الطرق الأوروبية استعمال الرجل أكثر من استعمال اليد، لكن يبقى في استعمال اليد شوي أكثر من الطريقة الأمريكية. طبعا كل الثنتين في حالة يعني يستعملون الرجل أكثر من اليد مستقبلا، في البداية يستعملون اليد، لكن تدريجيا يقنعون الحصان أن الرجل أهم من اليد، ومع الوقت يتقبل الفكرة هذه. بالنسبة للطرق الأوروبية الأخرى بخيرها وشرها، أما أنها قديمة تعتبر كلاسيكي أوروبي، سواء إنجلترا، اسكتلندا، لندن، جميع دول أوروبا الأخرى كانوا يقومون بطريقة مقاربة لبعض، مو بكلاسيكية مرة زي الدريساج أو يعني محترفة خلينا نقول، كان ركوب حربي أوروبي خلينا نسميه كلاسيكي قديم في العصور في القرون الوسطى أو عصور الظلام. بعد ظهور البنادق وتغير الأسلوب الإنجليزي بالذات وبعض الدول الأوروبية، أصبح الركوب الإنجليزي الحديث أو الأوروبي الحديث مقارب اللي تشوفه في ركوب القفز العادي أو ركوب القفز كروس كانتري أو سد الثعالب، عبارة عن رياضة وليس فن. تبغى تركض بحصان بسرعة جنب خيل لغرض معين، سباق أو قفز أو تلحق ثعالب وتصيد وغيره، وبعد عن الفن والتحكم. ذاك دائما في كتب الدراسات القديمة تلقى مقولات مكتوبة أن أكبر عدوين ركوب الدريساج الأكاديمي أو ركوب الأوروبي القديم الكلاسيكي هي ركوب الحرب، ركوب الخيل في الحرب، لأنه يركز على الفعل والهدف. سوف نضع الناحية الشكلية، يركزون على النتائج أكثر من الشكل. والنوع العدو الثاني أو الشيء الثاني اللي يعتبر يعني عدو لفن الدريساج هو الركوب الإنجليزي الحديث أو الركوب الأوروبي الحديث، اللي هو بسط الركوب للفئات اللي أقل مستوى أو أقل موهبة أقل استعداد، فصار أي شخص يركب، فصار أغلب الناس يفضل الأسلوب ذا على الأسلوب الراقي الصحيح، إنه ما يقدر يسوي أصلا. يعني لما تقول تفضل الوطنية أو تفضل الجغرافيا على الرياضيات لأنها أسهل، مع أنها أحسن بالفعل. فدائما تلاحظ المقولة هذه بكتب الدريساج، أكبر عدوين لفن الدريساج الكلاسيكي الأكاديمي وركوب الخيل في الحرب وتدريب خيل الحرب سواء في أوروبا في الشرق وغيره، أو الركوب العشوائي الحديث يسمونه أغلبهم الركوب الإنجليزي ركوب الصيد وغيره. إن باختصار ركوب سهل تعتمد على بعض المواضيع الموجودة في الركوب الكلاسيكي الأوروبي القديم، الرجول وما رجول وغيره، لكن مو بالشكل المطلوب. يأخذون رؤوس أقلام من الركوب الكلاسيكي ويطبقونه، فعبارة عن ركوب عشوائي سهل لكن يبقى أحسن من ركوب ربعنا حاليا، إلى حد ما في معلومات شبه صحيحة. وهذا الركوب الأوروبي الحديث أو الإنجليزي الحديث اللي تكلمنا عنه هو اللي الدارج حاليا بكثرة عند الأجانب، اللي يسمى ركوب صحيح. طبعا هو بالفعل صحيح مقارنة بربعنا حاليا، ركوبنا حاليا، لكن لا يمكن تقارنه بالركوب الأوروبي الحقيقي الكلاسيكي القديم، أو حتى ركوب طبعا العربي القديم اللي حتى أفضل من ركوب الكلاسيكي الأوروبي القديم. زي ما تقول مستوى الصعوبة سهل جدا مقارنة بالدريساج والركوب الإسباني والركوب الفرنسي وغيره. فالركوب الحديث الأوروبي اللي يسمى إنجليزي حاليا عبارة عن شيء مستحدث حصل بعد ظهور البنادق والمدافع وغيره وتغير أسلوب الركوب، فصار أي شخص يستطيع الركوب بالأسلوب هذا. بينما الدريساج مصدر ركوب فرنسي والإسباني مصدر الهورس ماسترز، اللي هو ركوب صحيح يبغى موهبة وخبرة وممارسة، ممكن من هب ودب يسوي. فبسبب سهولته اشتهر فتلاحظ الإنجليش رايدنج، إنجليش رايدنج اللي هو ركوب الإنجليزي الحديث. لكن في الواقع الانجليش رايدنج الركوب الانجليزي ليس حقيقه انجليزي، هو اوروبي حديث سهل جدا كل من هب ودب يسويه، فما يقارن بالصح، لكنه يبقى صح مقارنه بالخطا. فخلينا نقول هو من اصح الطرق مقارنه بالركوب الخاطئ، وركوب تافه من نواحي معينه مقارنه بالركوب الاوروبي الكلاسيكي القديم الصحيح، زي مثل اسبانيا مثل فرنسيا ركوب البرتغالي ركوب الغربي الامريكي وهكذا. طبعا في استثناءات، لما نتكلم عن موهبة او استعداد الشخص او خبرته، نتكلم عن اسلوب وطريقه الركوب نفسه، زي ما قلنا احنا نتكلم عن المدرسه وليس عن الطالب او الشخص نفسه. غالبيه الركوب الموجود حاليا في الرياضات الاخرى ينطبق عليه الركوب الانجليزي هذا، قفز كروس كانتري وغيره ينطبق على شيء ده. قد يكون الشخص موهوب وغيره، بس طريقته عاده تكون مرتبطه بالركوب الاوروبي الحديث اللي هو شيء سهل جدا، اشياء تعلمها حصان ضبط زي ما ضبط بيعه وتشري حصان ثاني وانتهى. تلاحظ لما تطبق الطريقه دي على خيل عربية أو ثربت في أماكن مفتوحة وخيل صعبة بدون أدوات، لاحظ نتائجها سيئة جدا، أنها مبنية على أوضاع سهلة، من يوم تصعب الأوضاع يتغير الوضع كليا. طبعا في طرق منقرضة اسميا أو زالت اسميا، لكن ما تزال موجودة فكريا أو كمعلومات، زي ما قلنا الدراسات مأخوذ من مدرسة فرنسية أو مدرسة إسبانية، وكلاهما أخذ معلوماته من الهورس ماسترز في أوروبا،
لما تقول هورس ماسترز اغلب معلوماتهم ماخوذه من امم معينه ملكت العالم في الماضي، والان حاليا تعتبر دول صغيره جدا زي ايطاليا. روما ملكت العالم، قبل روما الاغريق كان في اليونان، اليونان ملكت العالم عند على وقت الاسكندر المقدوني وغيره. فالفكره انهم قد تكون دول حاليا صغيره وحتى ما لها علاقه واضحه بالخير، فتستغرب انها طريقه معينه. قد تكون ما لها طريقه معينه حاليا، بس طريقتها انتقلت لمدرسه اخرى زي المدرسه الفرنسيه، حاليا تعتبر من ارقى المدارس في الركوب، لكن طريقتها اصلا ماخوذه من هورس ماسترز في اوروبا قدماء، اغلبهم اخذوا معلوماتهم من ناس اغريق وروم او طليان. زي ما قلنا كان في مقوله في اوروبا تقال ان فتره من فترات في اوروبا كان ما في بيت ملكي في اي دوله اوروبيه الا وفيها مدرب ايطالي بعد مملكه، بعد مملكه العالم. طبعا لما اقول روما اقصد الروم اللي هم في روما، ايطاليا ملكوا العالم. الروم اللي قاتلهم العرب هذا اخر وقت روما، هذه يسمى روما روم دوله الروم الشرقيه او روما الشرقيه. الدوله حقت روما الشرقيه او العاصمه كانت القسطنطينيه، ما لها دخل بروما، اسمهم الروم البيزنطيين بس العرب يسمونهم روم. لكن اقصد في روما دوله روما في ايطاليا ملكت العالم، وش مملكة العالم سواء في أوروبا أو أجزاء من الشرق كانت تقاتل الفرس. فحكموا العالم فترة قوية جدا بحيث جميع الأمور الدينية والعلمية ومن ضمن ركوب الخيل والقتال والأشياء العسكرية سيطروا عليها، سواء أصلا مصدرهم أو خذوها من مصادرها وطوروها عندهم زي في الوقت الحالي. مثلا في أمريكا لما يأخذون علماء من دول أخرى نفس الفكرة، هناك خذوا أساليب مختلفة من الدول مختلفة حكموها، هذا اللي خلاهم يتميزون. لكن بعد سقوط الروم تغير الموضوع فصارت الركوب مبلهم، فما في حاليا مثلا ركوب رومي أو ركوب إيطالي بشكل واضح. لكن ثلاثة أرباع الأشياء اللي خذوها الهورس ماسترز في القرون الوسطى وعصور الظلام تمتد أو ترجع لأوروبا القديمة، ومن ضمنها روما أو الروم مملكة العالم، وكذلك اليونان أو الإغريق مملكة العالم. زي ما تقول زي الوقت الحالي مثلا بريطانيا او امريكا تحكم العالم، لكن ما لهم تاريخ قوي في الماضي، فكثير من الاشياء اللي يسوونها ممتد او ماخوذ من دول اخرى قديمه، ما ينسب للدول هذه القديمه حاليا لكن اصلا منها. كثير من معلومات الهورس ماسترز حاليا في فرنسا او في اسبانيا اصلها ماخوذه من الاوروبيين القديمين، وعلى راسهم المملكه اوروبا زي ما قلنا، البرتغاليين من ناحيه المناوره وغيره، والايطاليين او الطليان من ناحيه التحكم في اوروبا سنين طويله جدا، والاغريق بحيث انها مربطه بين حضارتين اوروبيه والشرقيه بشكل قوي جدا في فتره معينه. طبعا في طرق ركوب لم تشتهر لكن بلدانها مشهوره ومعروفه، مثلا في افريقيا، شمال افريقيا، في اسيا الوسطى، في قرون قديمه قبل الاسلام بقرون او بسنوات ما كانوا مشهورين بركوب الخيل، لان كانت شغلهم على اشياء اخرى زي الابل وغيره، او مثلا في الهند وفي اسيا الفيله او شرق اسيا. لكن كانوا يركبون الخيل بشكل شبه عشوائي، يعني يركبون الخيل في اوقات معينه، ولما ترجع للتاريخ كان في ذكر لها، لكن لم تشتهر الطرق او الاساليب اللي استعملوها في الركوب بشكل واضح، انهم ما استعملوا الخيل بشكل مكثف. مثلا زي الروم تكلموا عن موضوع البربر في شمال افريقيا سواء في ليبيا او جزائر تونس المغرب في الماضي، يعني قبل الاسلام بقرون او على وقت روما، لو تلاحظ في التاريخ ذكروا طرق قتالهم، يعني كانوا اقرب منها طريقه الهنود الحمر على وقت الامريكان، اللي هي هجوم عشوائي، مثلا قبيله او باديه يهجمون عليك بشكل عشوائي بعدد كبير جدا من الخيل لكن بدون سيطره او تحكم واضح. فلما تقرا في كتب الروم او كتب الاغريق القديمه كيف انهم كانوا يتعاملون مع الهجوم العشوائي هذا بشكل غريب، يعني انهم يرعبهم مرعب سبع عشوائيته، يعني تخيل مثلا فوق 1000 2000 حصان هاجم عليك بشكل عشوائي، تكون كجندي نظامي في وقت الروم وغيره يرعب الشيء ذا. لكن لما وصلوهم يحسون ما في تحكم، ما فيه خلينا نقول مناوره واضحه، يعني كانوا يعتمدون على الابل والخيل والمخلوقات الاخرى زي ما قلنا. طبعا في فئات اخرى من افريقيا مثلا متاثره بالبرتغال، البرتغال زي ما قلنا في البدايه مثلا حنعبل وغيره اعتمد عليهم لانهم كانوا فرسان معروفين جدا في المهاره وغيره. وفي فئات مثلا في الشرق، شرق افريقيا كانوا متاثرين مثلا بالجزيره العربيه والفرس وغيره وهكذا. كان في تاثر لكن خلينا نقول في بلدان معينه مثلا شرق اسيا او حتى افريقيا او الى حد ما اسيا، بلدان معروفة ركبوا الخيل لكن لم يكن اعتمادهم على الخيل واضح، فما كان في طرق واضحة نسبت لهم، كانوا يركبون بس بشكل لحد ما شبه عشوائي. بس مع الوقت لما دخلت عليهم حضارات أخرى وأديان أخرى وأمم أخرى وسلالات أو دماء أخرى تغير ركوبهم مع الوقت. مش بل آسيا مثلا زي المغول أو التتار أكبر إمبراطورية مملكة العالم، لما تشوف اتساع الحجم المغول أو التتار لما ملكوا العالم، الأسلوب اللي اتبعوه في ركوب خيلهم القصيرة هذه مأخوذ من الأسلوب الصيني القديم جدا. في آسيا كان موجود أشياء معينة، حضارات قديمة جدا ثم لم تشتهر خلينا نقول طرقهم، ومع الوقت انتقلت هذه الطريقة لحضارة أخرى نقلتها.
تقول الأسلوب التتاري أو المغولي أو المنغولي ينسب للمغول، ولكن في الحقيقة مأخوذ من الصينيين أو الآسيويين قبلهم. لأن كثير من الأشياء اللي تم اختراعها في الركوب تنسب علميا للصين، من ضمنها الركاب أو المترع الركاب وغيره، عندك بعض أنواع الشكايم والسروج. فممكن تكون شيء مصدر حضارة ومع الوقت تتميز فيه حضارة أخرى تماما، زي ما قلنا في البداية في الركوب الغربي الأمريكي حاليا، نقول ركوب أمريكي أو إنجليزي، ما هو أمريكي ما هو إنجليزي، لكن اشتهر حاليا عند الإنجليز والأمريكان. حاليا يقال لك ركوب أمريكي أو ركوب إنجليزي. الركوب الأمريكي ليس أمريكي والإنجليزي ليس إنجليزي، لكن حاليا مش مشهور فيهم هؤلاء فنسبت لهم. يطبق نفس الشيء على الطرق أو أساليب الركوب الأخرى. فنقدر نقول الأشياء اللي شرحناها هذه كلها تندمج أو تدخل في الفرعين، اللي هي الركوب الخاطئ العشوائي اللي ما يسمى طريقة ركوب، أو أنها طريقة صحيحة فتسمى قفل. يعني أما أن يكون ركوب صحيح فأنا شخصيا أسمي قفل أو أخليه يندمج تحت قائمة القفل بأنواعه، أو يكون منع سلبي خاطئ اللي هو ركوب خاطئ عشوائي لا يسمى طريقة، وإن أصريت أنك تنسب للطريقة فهو ينسب للقفل أنه يمنع الحصان من السحب. نجي الآن للركوب العربي بشكل مفصل ثم للتزليق أو مواكبة أو طريقة خاصة. لما نقول ركوب عربي زيها زي الأمور الأخرى تكلمنا فيها، العرب مروا خلينا نقول سنوات كثيرة مختلفة. مثلا العرب في بداية الجاهلية غير وسط الجاهلية غير صدر الإسلام غير الدولة الأموية الدولة العباسية وهكذا، فممكن تغيرت الأساليب والطرق حسب الوضع اللي كانوا فيه. لكن اللي يهمنا في الوضع هذا هو الركوب العربي. اللي أقصد فيه الركوب العربي أقصد ما أقصد شخص عربي يركب حصان عربي في بلد عربي فقط، أقصد الركوب العربي في صدر الإسلام والجاهلية قبلها بشوي، يعني قبل صدر الإسلام بشوي اللي اشتهروا فيه العرب. الجاهلية القديمة جدا هذا ما موثق أو مذكور، تنزيل أول ما أخذ الخير من سليمان عليه السلام أو إسماعيل عليه السلام وغيره موثق. كذلك عقب الدولة الأموية والعباسية وغيره صار جيش نظامي فتأثر بأشياء كثيرة، يعني فتحوا الفرس فتحوا بلاد من الروم وغيره وأفريقيا، تأثروا بأشياء وأثروا فيهم فتغير أسلوبهم من ناحية معينة بسبب الجيش النظامي ووضعه. أتكلم عن العرب في عزهم لما كانوا في الجاهلية وصدر الإسلام أثناء فتوحات العراق وفتوحات الشام. اللي تميزوا فيه هو ركوب الخيل في الحرب. طبعا جميع الأمم زي ما قلنا ركبوا الخيل في الحرب، لكن العرب كانوا زي ما تكلمت كثير في اليوتيوب يركبون الخيل في الحرب فقط، يجنبون الخيل على الإبل، يعني يقرصون الحصان تركب البعير وتربط الحصان بالبعير أو تقاوده أو بقليس أو قلوس أو الذلول أو الرحول زي ما شئت، والحصان يمشي جنبك. لما يجي المعركة ينوخون الإبل ينزلون عنها يركبون الخيل، هذا معروف إلى وقت قريب عند البدو. فالخيل كانت تركب في الحرب فقط في السباق مرات لما يتسابقون وغيره والصيد غيره ما تستعمل. الإبل لها غرضها، البغال لها غرضها، الحمير لها غرضها، والخيل لها غرضها. الأمم الأخرى أو الشعوب الأخرى تستعمل الحصان لعدة أغراض ومن ضمنها الحرب. الحصان العربي كان مخصص للحرب، بينما الخيل الأخرى لم تكن مخصصة للحرب في البلدان الأخرى، تحارب فيها ويحارب فيها لكن تستعمل لأغراض أخرى. الحصان العربي كان مخصص للحرب فقط، فكان هدفهم من الركوب عادة حرب أو صيد أو أحيانا سباق. وحتى السباق لو ترجع للتاريخ تلاحظ أنهم لما يسابقون يركبون الموالي عليها أو الصبيان الصغار، ما يركبون نفسهم الخيالة أو الفرسان عليها بخفة الوزن، فكان التركيز الأساسي على الحرب. فلما نقول طريقتهم مبنية على ركوب الحصان في الحرب، يعني مصدر طريقة ركوب العرب في ذاك الوقت الكر والفار في المعركة أو القتال في المعركة، وهذا أقوى مصدر يجبرك إجبار على تعلم التوازن الطبيعي في قدر الحصان والركوب الصحيح ولا بتموت. فهو أقوى مصدر لتعليم الركوب. طبعا عندهم موهبة قوية أعطاهم الله سبحانه وتعالى، موهبة أني محتاجون أكثر من غيرهم ذاك الوقت. موضوع الكر والفار بسبب أسلوب القتال في طبيعتهم، يعني كبادية أنت شن غارة تنحاش، فتحتاج المناورة والكر والفار، تهجم على إبل تأخذها ثم تنحاش ثم تكر على العدو تأخذ تقاتله ثم تنحاش وهكذا. فقتالهم كر وفر مناورة، مو بجيش نظامي مواجهة. فالكر والفر سبب الطبيعة أو طبيعة الغزو عندهم ذاك الوقت، واستعمال الحصان أو خلينا نقول ركوبهم الصحيح مصدر أن يركبون الحصان في الحرب فقط. هذه أهم نقطتين. مما يعني أن الركوب العربي حاليا انقرض زي ما قلنا. الموهبة موجودة، الاستعداد موجود، الخبرة موجودة، بس مصدر الطريقة اللي هو الحرب انتهى، فانتهت الطريقة. طب ليش العجم لما انتهت الحرب ما انتهت طريقتهم؟ زي ما قلنا انهم كتبوا، من العرب ما وثقوا واكتبوا بشكل واضح عن ركوب الخيل، كتبوا عن امور عامة لكن ما كتبوا عن الركوب بشكل واضح وصريح. اثنين، المصدر الاساسي للطريقة انتهى، بينما الطرق الاخرى الاوروبية مصدر الطريقة ما زال موجود. الحرب راحت لكن قتال الثيران هو مصدر الطريقة الاسبانية، المجزة الاسبانية او الفرنسية هي مصدر الطريقة الاسبانية او الفرنسية او الدرساج، راعي البقر في امريكا هو مصدر الطريقة الامريكية وما زال موجود. فمصدر طريقتهم ما زال موجود، وثقوا الطريقة بكتب فالطريقة استمرت. مصدر الطريقة العربية انقرض، لم يوثقوا الطريقة بكتب فالطريقة العربية القديمة انقرضت. انقرضت الطريقة وليس الأشخاص نفسهم أو الموهبة أو الاستعداد أو الخبرة.
فانتقل العرب من أفضل طريقة، وانتقلت الطريقة العربية من أفضل طريقة عبر التاريخ إن لم تكن أفضل على الإطلاق، إلى أسوأ طريقة عبر التاريخ إن لم تكن أسوأ على الإطلاق. طبعا أتكلم عن الطريقة، وأقصد في الطريقة يعني العرب حاليا، شخص عربي يركب أسطول عربي بلد عربي، لكن كطريقة ركوب عربية حاليا محتقرة. ليش؟ إنهم يرون إنك تركب ركوب عشوائي، ما عندك طريقة معينة. كل العرب يركبون ركوب صحيح إن وجدوا تلقاهم يتبعون طرق أجنبية، يقلد تقليد أعمى. فالأجنبي ما يراك شيء. ليش؟ لأنه يرى إن الغالبية العظمى تركب ركوب عشوائي خاطئ كطريقة، بصرف النظر عن استعدادك النفسي أو شجاعتك أو موهبتك، يرى إن طريقتك خاطئة، أو إنك من الفئة الأقلية اللي يقلدونه، يركبون زيه، بعضهم زي يعني بالفعل يطبق، بعضهم بس يقلد. فمنطقيا يعني حقر طريقتك وحق له، لكن ما يحق لأنه مو في محل اعتقاده إذا كان يعتقد أن الركوب العربي قديم زي الركوب العربي الحالي، فرق شاسع. فنقول الركوب العربي الحقيقي القديم اللي هو التحكم التام بالحصان أثناء قمة الاختبارات الصعبة وعلى رأسها القتال في المعركة انقرض تماما، وتحول محل طريقة ركوب عربي عشوائية. الحصان لو تشيل كيس في بيبسي ينطلق، هذا واقع. الآن المقاطع الجاية أتكلم عن تزليق المواكبة، ولماذا أسميها شخصيا ركوب عربي أو ركوب فطري أو طبيعي. والله مصور مويه. بالنسبة للطريقة، ليش أسميها تزليق؟ لأن باختصار هي الطريقة الوحيدة اللي تعطي الحصان حق السحب من طرق الركوب الأخرى كلها. جميع طرق الركوب بخيرها وشرها الصحيحة والخاطئة زي ما قلنا تمنع الحصان من واحدة من الثلاث اللي هي السحب، وتعطي حق فعل واحدة أو ثنتين، زي الطريقة الأمريكية تعطي حق فقط الإعطاء وتمنع من التذكية والسحب، أو طريقة إسبانية فرضا تعطي حق التذكية والإعطاء لكن تمنع من السحب. لكن كل طرق الركوب الأصل فيها أنك تمنع الحصان من السحب، يقفل. لكن التزليق أول شيء تسويه تعطيه حق السحب، ما تجبر على السحب، ما تطلب منه أن يسحب، لكن تعطيه حق السحب. فسميتها تزلق لأنك تعطي الحصان حق السحب، ثم لما يسحب تزلق العنان، اليد ثابتة والعنان متحرك زي ما شرحنا في اليوتيوب. يبغى شرح مقاطع الطريقة بشكل مفصل يرجع اليوتيوب أحمد هقيل التزليق. فسميتها التزليق بناء على أنها الطريقة الوحيدة اللي تعطي الحصان حق السحب ثم تزلق العنان. ما تسحب لما يسحب الحصان، ما ترخي لما يسحب الحصان، تخلي العنان يزلق من يدك، ومن هذا جت تسمية تزليق. وزي ما قلت سابقا ما عليك من التسميات أو المصطلحات، ركز في الفكرة. أما المصطلحات والتسميات بالعكس غيرها، اختر اسم من عندك عادي. ليش سميتها مواكبة؟ المواكبة أقصد فيها باختصار أنك تواكب الحصان في الثلاث حركات اللي الحصان يسويها طبيعة شرانها قبل السحب أو الإعطاء أو الاتكاء. الطريقة الوحيدة اللي تعطي الحصان حق فعل جميع هذه الحركات ثم تواكبه هي التزليق. طيب تعطيه حق واضحة، يعني تخليه تكي، تخليه يسحب، تخليه فضي، عكس الطرق الأخرى تمنع الحصان من السحب أو تمنع من السحب والاتكاء زي الطريقة الأمريكية فرضا. طيب ليش تسميها مواكبة؟ ببساطة لما يسحب تزلق له نفس الطول نفس القوة من جهة من جهة، ما إنك قاعد تواكب السحبة. لما يعطيك تجمع جمع، ما تسحب سحب، ما ترخي إرخاء، تجمع قد ما أعطاك نفس يعني نفس الطول نفس السرعة من جهتين، لكن من جهة من جهة، ما يعني إنك قاعد تواكب التفضي أو الإعطاء. لما تكي تكي من جهتين بثقل معين، فأنت تكي قد ما تكب ثقل معين من جهة من جهة مواكبة للتذكية. فالمواكبة هي أن تكون مع الحصان أثناء فعله للثلاث حركات السحب الإعطاء التذكية. وهذا المعنى أصلا اللغوي المواكبة، يعني مواكبة العصر أو مواكبة التطور أو مواكبة الحداثة، يقصد فيها أن تكون معها، لست أمامها ولست خلفها، وهذا ما أقصده بالمواكبة. مرة أخرى، ما عليك من المصطلحات، عليك من الفكرة. الآن تزليق، مواكبة واضحة. ليش تسميها طيب طريقة عربية؟ بما أن تقول الركوب العربي انقرض ما عاد موجود، لماذا تسمى هي طريقة عربية والركوب الآخر ليس عربي؟ ببساطة نتكلم في الواقع، ترك من الخيال والمجاملات، نتكلم في الواقع. الطريقة العربية زي ما شرحنا أنها تتحكم بالحصان في قمة الاختلاف اللي هم معركة. في وضعنا ما في أي اختبار مقارب للمعركة، ولكن كل ما كان في وقتنا الحالي الطريقة تتحكم بالحصان عند الاختلاف الأوضاع الصعبة هي أقرب للركوب العربي القديم. يعني زي ما تقول أحسن واحد عندنا زي أسوأ واحد فيهم. بما يعني كل ما كان ركوبك يتحكم في الحصان عند الاختلاف أنت ركوبك عربي أكثر. التزليق لا توجد طريقة في العالم كله تتحكم بالحصان عند الاختلاف زيه، بما يعني الطريقة العربية. فأنت لما تقول التزليق أو مواكبة طريقة عربية أنت قاعد تمدح العرب، لأنك قاعد تقول الطريقة للتحكم بالحصان وقت الجد عندما يختلف معك، لما الحصان يبغى شيء وأنت تبغى شيء آخر، الطريقة اللي تنجح في التحكم بالحصان في هذه الحالة هي العربية. بما يعني أنك تقول أن أفضل طريقة في التحكم عند الاختلاف هي العربية فأنت تمدحها. لكن لما اجي اسمعك تقول ركوبك ركوب عربي، لا ركوبي يعني ركوب عربي، وانا ركوبي زي وجهي الحصان ينطلق، لو اشيل كيس ينطلق، الحصان مستحيل يوقف لو وجهه في النص جفله، كيف اقارنه بالركوب العربي اللي لو دخل رمح او سيف صدر الحصان بسم الحصان ما انطلق؟ فمن الدعوه انك تحب الموضوع وتقول الدعوه لابد تثبت منطق. كل ما اختلف الحصان معك وقت الجد وكانت طريقتك تتحكم في الحصان اكثر فهي اقرب الطريقه العربيه. التزليق او المواكبه اكثر طريقه تتحكم الحصان عند الاختلاف. اترك موضوع مثلا دريساج او السيرك والاستراد وقمه التحكم، بس هناك قمه التحكم بعد التدريب، لان يعني الحصان يبغى شيء انت تبغاه، عارف ايش تبغاه ويعطيك تبغاه،
لكن لما الحصان يبغى شيء انت تبغى شيء اخر. حصان يبغى الفحول انت تبغى ترد عن الفحول. حصان يبغى الافراس انت تبغى ترد عن الافراس. حصان خايف يبغى ينطلق انت تبغى ترده وتودي للشيء المخيف. ما في طريقه مقاربه للتزليق في الحاله هذه، بما انها اقرب للطريقه العربيه كطريقه كاسلوب، تفضل عن الموهبه او الاستعداد او الخبره، طبيعي انه افضل منك بمراحل، لكن كطريقه هي الاقرب للطريقه العربيه. وما اقصد بالطريقه العربيه ركوب العرب في الجاهليه وفتره الاسلام، هذا سبب تسميتي لها بالركوب العربي او ركوب العرب، انها الاقرب للركوب العربي في تلك الفتره من جميع الطرق الاخرى، او للركوب الحرب في الماضي من جميع الطرق الركوب الاخرى. هذا سبب تسميتها بالركوب العربي او ركوب العرب. طب تسميها فطرية أو طبيعية؟ لأن باختصار هي طريقة لو ركبت الحصان في وضع صعب بدون سرد بدون أدوات إلى آخره، وحاولت تتعلم حاولت تتحكم بالحصان، لا شعوريا بتسويها من نفسك. فهي طريقة الصغير والكبير والجميع بدون استثناء بيسوونها لا شعوريا بدون ما تعلمهم، لو اضطروا أن يتحكموا بالحصان. اللي يصير عادة نركب والأدوات تساعدنا والشخص يشرح لنا فتحيد عن الوضع. لكن الركوب الطبيعي بدون ما خبرة مكتسبة من نفسك الطبقة بتلاقي قاعد تزلك. تسميه اسم آخر، تشرح شرح آخر. لكن اي شخص لو كان في وضعي بيطبق نفس الطريقه لا شعوريا، لكن يسميها اسم اخر. فهي طريقه طبيعيه فطريه عند الجميع موجوده، لو اتاحوا لانفسهم الفرصه ان يطلعونها بتطلع. كل مولود يولد على فطره، فابويه هودانه او مجسنه او ينصرانه، في الحاله هذه كل مولود في نظري يولد على التزليق او الطريقه الفطريه الطبيعيه. طرق الركوب او مدربين يغيرون طريقه ركوبك. بالنسبه للتحرير والتخيير، ليش اسمي الطريقه طريقه فيها تحرير او تخيير؟ التحرير ببساطه انك محرر الحصان من منع من أمور معينة، حررت من منع من السحب عكس ما تفعل الطرق الأخرى، حررت من إجباره على التقويس عكس ما تفعل الطرق الأخرى، وهكذا. وتخيير أنك مخيره في اختيار واحدة من ثلاث، الخيار له، يختار متى يسحب، يختار متى يعطي، يختار متى يتكي، يختار من أي جهة أكثر من الجهة الأخرى، يختار مقدار وطول والثقل التتكي أو السحب أو الإعطاء. فهي تخيير لأنه مخير، وتحرير لأنك حررته من بعض الأمور اللي الطرق الأخرى منعته منها أو لم تعطيه الحرية في فعلها. زي ما قلت سابقا، كل ما حرت الحصان وتوقفت عن قول لا سيتوقف الحصان عن قول لا. اهم سبب يخلي الحصان يقاوم هو رفضك لاعطاء الحق لفعل شيء معين. لما تمنع الحصان من شيء معين اول شيء بيسويه الشيء اللي منعته منه لما يجي وقت الجد. هذا ينطبق حتى على طرق الركوب الصحيحه، لما يمنعونه من شيء منع ايجابي صحيح، لكن لما يجي وقت الجد اول شيء يسويه الشيء اللي منع منه. بينما في التزليق لم امنعك من شيء، وش بتسوي لما يجي وقت الجد؟ من اللعبه، من الخدعه خلينا نقول، انك زي ما قلت تاخذ قمه التحكم والسيطرة عن طريق قمة التحرير والتخيير. طب شو اللي يميز عن الطرق الأخرى مقارنة بالركوب الخاطئ في التزليق؟ أنت ما تعسر أو تستعمل القوة زي اللي يسوي يركب ركوب خطأ، ولا أنت بتبالغ في كب العنان فقط ومتشكل فوق الحصان زي اللي يسوي المبتدئ يركب ركوب خطأ ويتم ركوب السيء خلينا نقول. ونفس الوقت تخالف طرق الركوب الصحيحة الأخرى اللي هي مذهلة النتائج، لكن لما يجي وقت الجد يختلف معك الحصان، يتغير تماما، يعني زي الدرساج والطريقه الامريكيه وغيرها تحكم عجيب. لكن لما يختلف معك الحصان ويجي وقت الجد والحصان يبغى شيء وانت تبغى شيء اخر، يحسك الحصان. بينما الطريقه هذه قمه التحكم يستمر، بالعكس بل حتى ممكن يزيد لما يجي وقت الجد. فهي مبنيه على الاختبارات الحقيقيه وليس على التدريب فقط او الاشياء التدريجيه. طيب لماذا افضلها او ما اغيرها؟ ببساطه زي الفيديو اللي قلت امس، ان ببساطه الطريقه او الهدف عندي في وضعي أشياء الحصان يختلف معك فيها. ما تعس في حصان اللي يبغاه الحصان غير اللي انت تبغاه تماما. لما تركب الخيل بدون أدوات بدون مهمات بدون سرج بدون عصات بدون ننشات إلى آخره، أنت في الحالة هذه الحصان بيختلف معك وما في شيء بيساعدك على الحصان. لما تحاول تضبط حصان في مشكلة، الحصان يبغى شيء وانت تبغى شيء معاكس تماما. فأهدافي مع الخيل عبارة عن أشياء عادة الحصان بيخالفك فيها، الحصان يبغى شيء وانت تبغى شيء آخر. فالطريقة اللي تتحكم عند الاختلاف هي أفضل خيار. وزي ما قلنا ما في طريقة مقاربة للتزليق في التحكم عند الاختلاف، هذا اللي يخليني أختار الطريقة أو بالأحرى استمر في الطريقة ولا استبدلها بغيرها. بالنسبة للجمع بين الطرق زي ما ذكرت سابقا، حتى الطرق الصحيحة لا يمكن الجمع بينها. أنت بتروح لهدف معين في أربع طرق كلها توديك للمكان نفسه، كيف تستعمل أربع طرق نفس الوقت أو الطريق نفس الوقت؟ فحتى الصحيح منها لا يمكن الجمع بينها. فأنت اسمع من الجميع، شوف من الجميع، ثم اذا اقتنعت طبق طريقه واحده فقط. انا ضد اللي يقول لا تسمع ولا تشوف، بالعكس شوف واسمع على كيفك، بس لا تطبق الا طريقه واحده ولا تطبقها الا لما تقتنع فيها سواء تزليق او غيره. بالنسبه للجمع بين الطرق، التزليق لا يقبل اي قفر ولا يقبل اي خطا، يعني التزليق او المواكبه ما تقبل اي طريقه اخرى معها. بينما القفل او الخطا ممكن تدخل عليه شوي من التزليق او المواكبه، لكن ما تغير الطريقه كلها. يعني ممكن تجمع بينهم بمعنى حقيقي، لكنك تحاول ترجع عيوب القفل بالتزليق او المواكبه، ترجع عيوب الاخطاء اللي عندك بالتزليق، لكن التزليق لا يقبل اي طريقه اخرى.
تفسير عدم القبول بسيط يعني عدم قبول التسليك بطرق أخرى. الفكرة قائمة على المواكبة، أنك تعطي الحصان حق فعل الثلاث زي ما قلنا تخيير أو تحرير وتواكبه في الثلاث. بمجرد أنك تمنع من واحدة أو اثنتين عن طريق الخطأ أو القفل اللي شرحناهم خلفت الطريقة كلها، فلا تقبل طرق أخرى. طب ليش الطرق الأخرى إلى حد ما تقبل؟ لأنك باختصار تمنع الحصان من السحب، لكن لو سحب تزلك، وتمنع الحصان من الاتكاء في الطريقة الملكية فرضا أنك لو تكب تك. فالأصل أنك تمنعه في هناك، لكن لو أصر تدخل في طريقة أخرى للتزليك، ترجع عيوب طريقتك بالتزليك. لكن التزليك نفسه ما يقبل قفل، مجرد تمنع الحصان من شيء معين أن طلعت من الطريقة وطلعت من الأسلوب نفسه. هذا ما أقصده من الطريقة لا تقبل طرق أخرى، والطرق الأخرى قد تستعملها مو قالوا عناد أو هياط، فقط ما أنه منطق فيزيائي. طب لماذا هي الأصح؟ شو ركوب خطأ، ركوب صحيح، ركوب الأصح. ببساطة أقصد أن الركوب الصحيح كل الطرق الصحيحة هدفها واحد إلى حد كبير، وكل طريقة تعتبر الأصح في مجالها. الطريقة الأمريكية هي الأصح في رأي البقر، الطريقة الإسبانية هي الأصح في قتال الثيران، الطريقة الدريساج أو الركوب الكلاسيكي الأوروبي القديم هو الأصح في وضعهم الاستعراضي خلينا نقول أو السيرك وغيره. فكل طريقة هي صحيحة هي الأصح في مجالها. ولكن ليش أسمي الطريقة هذه الأصح؟ لأنها أثناء الاختلاف هي الأصح، والاختلاف يحصل في كل الحالات. يعني حصان الدريساج لما يختلف معك التزليك أحسن من طريقة الدريساج، حصان الطريقة الأمريكية لما يختلف معك التزليك أحسن من الطريقة الأمريكية، حصان قتال الثيران أو الإسباني لما يختلف معك التزليك أحسن من الطريقة الإسبانية في اللحظة هذه أو في الحالة هذه. فالطريقة عندهم أفضل في وضع مجالهم، لكن لما يختلف معك حصان تضطر ترجع التزليك، بينما التزليك هو المصدر هو الأساس. فالتزليك أصح إذا كان حصانك بيختلف معك، وكل الخيل في وقت معين ستختلف معك، تختلف هنقول مدة ونوع الاختلاف، لكن سيختلف يعني مسألة وقت وسيختلف معك الصوم. وعند الاختلاف الطريقة الطبيعية الفطرية اللي يسميها شخصين عربية التزليق المواكبة هي الأصح في هذه اللحظة. ولما يكون ركوبك أصلا كله مبني على الاختلاف، عاش طول الوقت أصلا مختلف معك، تثبيت أطباع طول الوقت أصلا مختلف معك، فتكون هي الأصح. أنا أسميها الأصح لأن وقت الجد جميع الطرق ترجع لها، فهي الأساس، مما يعني أنه هو الأصح. فلا يوجد فيها عيب أو خطأ واضح ممكن تسميه خطأ أو عيب متفق عليه. في عيوب كثيرة فيها يراها الناس عيب، لكن هل تقدر تسميه عيب مؤكد أو تجزم أنه عيب أو يعتبر عيب مختلف عليه؟ أنا أرى عيب وأنت رميزة أو العكس وهكذا. النقطة الثانية وهي الأهم، أن التزليق ببساطة لا يعتمد على الأدوات، يعني الطريقة تقدر تطبقها بسيرج أو بدون سيرج، بالشكمة الفلانية أو الشكمة العلانية، بصدارة أو بدون صدارة، بعصا أو بدون عصا، باللنشة أو بدون لنشة. يعني لست مطالب بفعل شيء معين، وعادة أنك ما تستعمل أي شيء، فقط أنت تصور الآن، لكن تقدر تسويه بعدة طرق. بينما الطرق والركوب الأخرى تعتمد اعتماد جذري على الأدوات. طبعا زي ما قلت الأدوات ما تتحكم بالحصان، اللي يتحكم الخيال، أداة فقط أداة. لكن لما تكون أداة شيء رئيسي في الطريقة هذا يجعلها طريقة صحيحة، لكن لم تكون الأصح. باختصار لو شلت الأداة دي انتهت الطريقة. الطريقة الأمريكية تعتمد مع الوقت 80% على رجولك، لو شلت مهماز واحد من اثنين انتهت الطريقة. هذا طريقة إسبانية، لو منعتك من اللنشات والصدارة والمهماز تنتهي الطريقة. ففي الطرق تعتمد اعتماد جذري على أدوات، لا يعني أن الأداة تحكمت، لكن الأداة شيء أساسي من الطريقة، يعني أنها صعب تكون الأصح وفيها الخلل القوي هذا أو الثغرة القوية هذه. أما التزليق مبني على اليد، طالما عندك يدين دقتك مضبوطة زلك، صرف نظر عن وضعك من ناحية أدوات. طبعا المرة الأخيرة، طرق وأساليب الركوب شيء، والموهبة والاستعداد وخبرة الشخص واستعداد الشخص للركوب والرياضة اللي قاعد يمارسها مع الحصان وأهدافه شيء آخر. يعني طريقة الركوب، أنت ممكن تكون مثلا شخص يركب قفز وأسلوب ركوبك غربي، أو أنك تركب قفز وأسلوب ركوبك أوروبي، أو أنك تركب قفز وأسلوب ركوبك تزليق وهكذا. فطريقة الركوب شيء والهدف شيء آخر. ما أتكلم عن أهداف، ما أتكلم عن الموهبة أو الاستعداد أو الخبرة، أتكلم عن طريقة وأسلوب الركوب. هذا رأيي بموضوع الطرق وضرب الصواب. زي ما قد تكلمت سابقا في اليوتيوب بشكل مكثف، لكن المقطع ذا برضه بجمع المقاطع كلها مع بعض وحطها باليوتيوب مقطع واحد، سميها طرق الركوب من الألف إلى الياء. وضرب الصواب.